نتواجد الآن بمنطقة الهواشرة ببلدية تورسيا، أين وقعت الحادث الأليم المتمثل في وفاة 3 أشخاص. الحادث تمثل في انفجار قارورة غاز بمستودع أثناء القيام بعملية حفر نقب في أحد المستودعات. إذا شاهدوا مخلفات الحادث. هذه الصولدة كانت موجودة داخل هذا المستودع لتربية الدجاج. نشوفوا مصالح الحماية المدنية كانت هنا منذ قليل، قامت بنقل جثث الضحايا إلى المستشفى. إذا الحادث خلف 3 موتى، 3 موتى منهم صاحب المستودع هيشور نور سادات وشخصين آخرين ينحدران من منطقة رمادة ولاية سطيف. نشوفوا الحادث ماذا خلف. كذلك هناك قارورة الغاز التي انفجرت. انفجرت قارورة واحدة وقارورة أخرى لم تنفجر. معنا كذلك بعض الأشخاص. أنت الأخ من رمادة؟ من واد الشعير؟ قرية واد الشعير. ممكن تحكي لنا على الحادث هذا كيفاش؟ ماني سامع به. يعني جيت هكذا تزور برك تشوف كاش ما تقدم مساعدة تقدم. ربي يرحمهم. تعرفوا هذا الشخص اللي توفى؟ هو فلاح. ربي يرحمه. انسان قافز لاباس به ولا ذراع يخدم. ربي يرحمه ونطلبوا له بالرحمة والمغفرة إن شاء الله. ربي يرحمه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر 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 أرواح كذا. الله أكبر أرواح الله أكبر أرواح اشبع أرواح أرواح عيط أرواح. الله أكبر 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 أرواح وليدي الله أكبر 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 كبر الله أكبر 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 كبير الله أكبر 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 كبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا رب العالمين الله أكبر 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 لا حكس النار من هي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر 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 لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة عندك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر 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 الله أكبر